احنا متخيلين ان الغرب عامل هجمة علينا او بيعمل غزو ثقافي علينا، نحن الذين نسمح لهم باحتلالنا، واحنا اللي بنستورد افكارهم ونستورد اشيائهم، لان احنا ما عندناش افكار وما عندناش حلول بنقدمها للمجتمع. تخيل نحن نحمل الغرب كل امراضنا، هذا ايضا شوي فيه افراط وتفريط. تضخيم سلطة الغرب اخطر ما يمكن ان يصيب الانسان المنبهر الضعيف. هل الغرب يستطيع ان يمرر كل مشاريعه علينا؟ نقول نعم، الغرب استطاع ان يمرر على بعضنا والبعض الاخر المتحرر من هذا الشعور بالضحية المطلقة من جراء الغرب لم يقع فيها. ايران بتفرض سطوتها وبتفرض افكارها وبتقول اللي هي عايزاه وبتناطح الغرب لانهم استطاعوا بناء قدراتهم الذاتية. ازاي ايران قدرت تعمل ده؟ وازاي معظم البلدان العربية مش قادرة تعمل ده؟